هذا عمل مشين، والرجل يعني مدحوه في أول ساعة، وكان محافظا على الصلاة ويصلي الفجر في وقتها مع الجماعة. كيف يفعل هذا الفعل؟ يعني الإنسان إذا كان أول أمره كان على سيرة حسنة ثم بعد ذلك ينقلب إلى سيرة سيئة، معنى هذا حبط عمله. كيف يبطل عمله؟ كل ما فعله من الأعمال الصالحة يختمه بهذه المعصية الكبيرة من الكبائر. البقاء في بيت مغصوب هذا يعد هو الآن بعد ما قالوا له البيت يبوه مليء بقاؤه فيه ويعد غاصبا. هذا بقاؤه في البيت كل دقيقة كل لحظة هو آثم، حتى صلاته فيه لا تصح. يعني بحيث يدير هذا في اعتباره صلاته فيه آثم، حتى بالصلاة حتى يصلي في البيت وهو يعبد الله فهو على معصية. فما فيش بعد هذا الخذلان خذلان. وذلك أنصحه أن يخرج من البيت حتى ولو يبقى في الشارع، هذه نصيحتي له، لأنه إذا خسر الدنيا لم يخسر الآخرة. إذا خرج ورجع إلى سيرته الأولى وتقواه وصلاحه فإنه رابح وإنه مفلح. لكن إذا بقي في البيت غاصبا له لا ينفع، حتى ولو كان يصلي فيه فإن صلاته لا تقبل ولا ترفع، بل هو آثم في كل لحظة وباق، حتى في أثناء الصلاة والصيام والعمل الصالح حتى يسبح ويذكر الله هو آثم وعاصي. وذلك نصيحتي عليه أن يخاف الله ويسلم البيت. الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ناس أحسنوا ليك وأنت محتاج، وأنت كنت في العراء وما عندكش بيتك تهدم، لما أحسنوا ليك وأنقذوك حقك أن تشكر النعمة وتذكر الله وتحمده على ذلك وترضيهم بكل ما تستطيع، لأن تقتحم يعني غرفة والدتهم وتأخذ ما فيها وتبغى تقول لأني لا أخرج. بماذا أنت؟ شن هو السلطان اللي عندك الآن؟ سينتهي هذا السلطان اللي عندك الآن، وستورث البيت حتى لو بقيت فيه لمن بعدك، ويبقى كل من هو ما البيت محجوز عن أهله وممنوع منه، سواء منك ولا من الورثة متاعك، أنت ما تعرفش نفسك كم تتموت. ولو البيت كل ما بقي بعد ذلك عند الورثة متاعك فوزره كله في رقبتك. وذلك أنصحك أن تتق الله وتخافه وتخرج من هذا البيت وتسلمه لأهله وتترك وتطلب منهم العفو والصفح على ما فعلت وما يعني بدر منك.